انا طبعا مش عايز اطلع الصوت عشان في الفاظ اتقالت لا يجب ان تقال، او ده المشهد اللي حصل اهو، الحذاء في ايد النبيه الوحش وبيضرب الشيخ مصطفى راشد، الله 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 الله، وادي وتكسر ازاز الاستوديو وكانها مصارعه حره في داخل الاستوديو. طبعا انا يعني زملائي في الاستوديو تحملوا نتيجه ما فعل، واخونا صبري يتعور وسامح اتعور. انا طبعا مش عايز اطلع الصوت عشان في الفاظ اتقالت لا يجب ان تقال، او ده المشهد اللي حصل اهو، الحذاء في ايد النبيه الوحش وبيضرب الشيخ مصطفى راشد، الله 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 الله، وادي وتكسر ازاز الاستوديو وكانها مصارعه حره في داخل الاستوديو. طبعا انا يعني زملائي في الاستوديو تحملوا نتيجه ما فعل، واخونا صبري يتعور وسامح اتعور وابنوا